رحلة الدفاع عن ازدواجية الموسم الماضي مستمرة من قبل فرسان القلعة الخضراء. لا زال النصور يبحثون عن أولى الانتصارات داخل إطار البطولة الاحترافية، وكانوا على بعد خطوات من ذلك في لقاء الجولة الثالثة أمام النادي القنيطري هناك بالملعب البلدي للقنيطرة، لكن صافرة النهاية جاءت وكانت الحصيلة هدف لمثله، مما جعل أولى الثلاث نقاط تتأجل إلى موعد لاحق. تنظن بأنها كانت مقابلة قوية للطرفين ومحددة، يعني كانت كل فريق تيتمنى تكون الانطلاقة الحقيقية، لأن رحنا عندنا نفس المسار. كانت حلقة ثالثة من مسلسل إهدار النقاط، غابت الفعالية وغاب الأداء عبر فترات، كذلك كنا متقدمين ما استطعناش نحافظوا على النتيجة. هذه كرة القدم، نتمنى وحنا غادي نسيروا العمل ونكملوا في الطريق، لأننا حنا تنآمنوا وتنثقوا في اللاعبين اللي عندنا وفي العمل اللي تنقوموا به. المقابلة المقبلة ضد نهضة بركان فرصة مواتية باش نرجعوا لسكة الانتصارات ونأكدوا صحوة وانتفاضة الفريق في كأس العرش. أظن غتكون مقابلة قوية للطرفين، لأن الخصم ليس بالهين، عودنا باش يقوم بمقابلات قوية في مدينة الدار البيضاء في الموسم الماضي اللي تذكروا، وكذلك ما تعيش أجمل أيامه. إذن المقابلة لن تكون بالسهلة للطرفين. أما فيما يتعلق بالكأس الغالية، فأحسن لقاء للرجاء هذا الموسم جملة يمكن أن نعنون بها مباراة ثم النهائي الكأس الفضية، حيث استطاع أبناء الجنرال حجز بطاقة التأهل لربع النهاية على حساب الفتح الرباطي نتيجة وأداء قتالية وروح كانت حاضرة من جانب الخضر، خصوصا خلال جولة المدربين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبة للمقابلة ديال الفتح الرباطي كنظن كانت مقابلة صعبة، خصوصا أن فريق الرجاء البيضاوي مر واحد مرحلة فراغ. الحمد لله هذا الانتصار نقدروا نتجاوزوا بهذه المرحله. بالنسبه لي كاس العرش ما عندكش فين تعوض، فالفوز هو السبيل الوحيد اللي نتاهلوا به للربع النهائي، وهذا الشيء اللي تحصل الحمد لله، وكنتمنى ان شاء الله نمشيو بعيد في كاس العرش. يعني بالنسبه للمقابله، يعني الاهم هو اننا تاهلنا، المقابله ما كانتش سهله الحمد لله. يعني سجلنا الهدف الاول اللي عطانا شويه ديال الثقه باش اننا يعني نمشيو في مقابله بشكل جيد. يعني الجولة الثانية جاتنا ضربة جزاء اللي الحمد لله يعني سجلناها، وبقينا يعني في المقابلة بواحد الشكل جيد. يعني كنا عازمين كل عزم أننا نحقق نتيجة إيجابية نظرا للنتائج اللي عندنا في البطولة. كنتمنى من الله أنها تكون انطلاقة جيدة لفريق الرجاء البيضاوي إن شاء الله في المسيرة الرياضية السنة إن شاء الله. بحر هذا الأسبوع ينتظر الرجاء لقاء خاص أمام نهضة بركان ومواجهة الجولة الرابعة من الدوري المغربي للمحترفين، حيث سيحاول الفريق تقديم عرض جيد يؤكد نتيجة مباراة الكأس، وأيضا لتحقيق الثلاث نقاط التي افتقدها النصور في المباريات الثلاثة الماضية. وسيعتمد الجهاز الفني على كل اللاعبين باستثناء الصالحي المصاب وحمزة برزوق الموقوف. نهضة بركان الآخر في بداية متعثرة سيحضر للبيضاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، مما سيصعب المقابلة أمام أبناء فاخر. وبالنسبة للبطولة الوطنية كنظن ما بقاش عندنا مجال للخطأ، خصوصا ان احنا بداية متعثرة كما شرنا، لكن ان شاء الله من المقابلة المقبلة ضد نهضة بركان كنتمنى تكون هي الانطلاقة الحقيقية ديال فريق الرجاء البيضاوي في المسار ديال البطولة الوطنية. كنظن اللاعبين الان عليهم واحد المسؤولية كبيرة، وبالدعم ديال الجماهير الرجاوية كنظن ان شاء الله باننا غادي نعوضوا داكشي اللي فات ونختموها ان شاء الله بالفوز بالبطولة ان شاء الله. بالنسبه للمقابله ديال النهضه البركان، يعني كوت كي تيقولوا خصنا ان شاء الله نربحوا باش نحققوا ثلاث نقاط. كيفاش يعني المقابله اللي استقبلنا في الميدان ديالنا ما استطعناش ان نحققوا انتصار، ويعني خصنا مقابله وتعدنا مقابله اخرى. كنتمنى من الله ان هذه المقابله اللي انتصرنا فيها ديال كاس العرش انها تكون حافز ان شاء الله وانطلاقه حقيقيه لفريق الرجاء البيضاوي باش اننا نمشيو في مسار جيد. كما كتعرف يعني عندنا مجموعه ديال الواجهات، نتمنى من الله اننا يعني تكون تلقى الجيده ديالنا هذه السنه ان شاء الله. اولا تنطلب من الجمهور الحضور بكثافه،
وتنشكرهم هذا المنبر لانه هو السند الوحيد. بالنسبه للعزيمه ناكد لك بان اي مقابله من المقابلات اللي ما توفقناش فيهم تندخلهم بالعزيمه ديال الفوز والحفاظ على 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 ثنائيه الموسم الماضي. غاب النجاح، غابت الفعاليه، هادشي تيوقع في كره القدم. مي اوغوزمون يعني هادي بدايه الموسم، يعني اون بو سو راتراپي، الموسم طويل وشاق، وانا عندي اليقين بان فريق الرجاء غادي يرجع للمسار الانتصارات مع الاداء الجميل كذلك اللي عودنا عليه جماهيرنا. اذا مشاهدينا، الفريق في حاجه ماسه الى دعم جماهيري غير عادي لحصد 3 نقاط مقابله بركان، وايضا خلال كل المواجهات. نضرب لكم موعدنا الاسبوع المقبل. هذه تحيات فريق عمل القناه، في امان الله.